يسرنا أن نلتقي وللمرة الثانية رجل الأعمال المعروف الأستاذ خليل طرطق ليخبرنا عن رحلة وديع الصافي الفنان العظيم مع ابن سبعي أسعد السبعي. أهلا وسهلا فيك أستاذ خليل. أهلا وسهلا فيك. تانكيو. نحن منعرف أنك ابن سبعي. نعم. وأنك صديق مقرب من الشاعر أسعد السبعي. لا بلع عملت له، كنت السبب في بناء تمثال له. في إيجاد تمثال له. نعم. شو فيك تخبرنا عن رحلة أسعد السبعي مع وديع الصافي؟ أكيد بيكون أطلعك على أشياء كثيرة. مظبوط أستاذ شربل. أول شيء بعزي نفسي وبعزي الجالية اللبنانية والعربية ككل بوفاة المرحوم عملاء لبنان، بسميه أنا عملاء لبنان، الأستاذ وديع الصافي. إنسان كتير عظيم، بعد ما بعد 200-300 سنة بيجوز تجينا شخص مثل أستاذ وديع. كان إنسان ملحن، كان إنسان بحب رب الله، غنى كتير للكنائس، ومن جملتهم غنى كتير الله يرحمه للأستاذ أسعد السبعلي. من فقس أكثر من 60 سنة أستاذ وديع يغني قصايد أسعد السبعلي. طيب أنت شو مخبرك أسعد؟ كل أغنية لها قصة، لازم يكون لها قصة. في شيء قصص مثلا صارت بين أسعد ووديع الصافي حول هالأغاني المشهورة؟ هلا في أغاني كتير بمن جاية الراعي بيا أبو جميل هالكتب. بعد رح نقول لك بعض القصايد كيف تألفت. ايوه هيدي قصصها، كيف تألفت، كيف نوجدك. منبلش وحده وحده. اوكي رح نبلش بطل الصباح. بأغنية طل الصباح وتكتك العصفور. مظبوط. هلا الأستاذ أسعد السبعلي كان بسبعي، عنده موعد مع الأستاذ وديع الصافي الله يرحمه اثنينهم ببيروت. بيقوم أسعد السبعلي قام مأخر من النوم، قام بسرعة ولقى التاكسي، طلع التاكسي على طرابلس، طلع البوسطة من طرابلس على بيروت حتى يلاقي أستاذ وديع. هو نازل بالتاكسي عند الصبح، لقى العصافير عم تغني وتزقزق. قام هو كان يدخن كتير أستاذ أسعد، شال علبته صار يكتب علي. هلا وقت وصل عند أستاذ وديع على بيروت، قام أستاذ أسعد عم يدخن، لا الأستاذ وديع لا في كتيب كتير على علبة الدخان. قال له أستاذ أسعد شو هذا؟ قال له كنا عم نتسلى على الطريق، ولأنه قام مأخر ولا صفير عم زازي كتب على علبة الدخان طل الصباح وتكتك العصفور نمنا وطولنا بنومتنا. وطيب هالتأخير هذا، هالتأخير انه تأخر عن وديع، ما زعل منه وديع مثلا؟ وديع بيحب المواعيد مزبوطة. اكيد ما راح يزعل من انسان عظيم مثل أسعد السبع اللي عم يعطيه قصايد كثير، ما في شك. مثلا بعطيك شغلة تانية، قصيدة تانية، في مرة من سبع اسمها نجيبة، جاء مكتوب من ابنها من فنزويلا عند غياب الشمس، ركضت عند الأستاذ أسعد قلت له أستاذ أسعد بلي أدخلك بعرضك، جاني مكتوب ولا بتقرأ لي إيه؟ قال له تكرم عينك قري لها المكتوب. قلت له مازال موجودين عني أستاذ أسعد ولا بتجاوب لي عليه؟ أي ساعة عند غياب الشمس كتب له، قال له غابت الشمس وبردت النسمات ولبست قميص الله يضيعتنا. هيدي كيف تألفت الغنية. في أغاني كتير في وحدة عيدات ولو هيك بتطلعوا منها. ايوه هيدي اللي زعل وديع وحده من أسعد، قلت لي ما زعل، أنا بعرف صار زعل لأنه تأخر. هيدي بغير موضوع. هيدي مرة من المرات الأستاذ وديع أخذ أخوته من الأستاذ أسعد. هلا تاري الأستاذ أسعد أخذ أخوته أكثر من الأستاذ وديع، إنه أنا عن أعطيك كل هالقصايد العظيمة انت ليك حق تاخد على خاطرك مني. قعد هونيك ايام عم يتسلى بهالبيت وكتب ولو هيك بتطلعوا منه على القليل تذكروا الماضي. بعد شهرين عرف انه استاذ وديع هو المغلط، طلع عند استاذ اسعد السبعلي على سبعي واستعذر منه
وقعدوا وشربوا كاس عرق مع بعضهم، وقال له شو في عندك جديد؟ قال بما انك كنت اخذ اخوترك مني رح نعطيك هيدي. كتبها لانه كان اخذ اخوتره هو من الاستاذ وديع اكثر. بيقول له ولو هيك بتطلعوا منا على القليل تذكروا الماضي. رجع الله يرحمه الاستاذ وديع اخذها ولحنها طبعا اجمل اغنيه من بعد عيش اثنيناتهم الله يرحمهم مزبوط. وبعد ولو هيك بتطلعوا منا على القليل تذكروا الماضي، الماضي من اجمل اغاني اللي كلنا بنعرفها. والحقيقه اثنيناً كانوا ابطال بالنسبه للشعر والغنى، يعني بقصائد الاستاذ اسعد اللي عطاها الاستاذ وديع، يعني بصوت العظيم ما بقى يوجد صوت مثل صوت الاستاذ وديع. رد الحنين على المغتربين، ياما في مغتربين رجعوا من مرة هالقصائد وهالاغاني اللي غناها الاستاذ وديع. شغله مهمه كثير استاذ خليل، انت تعرفت على وديع شخصيا من بسبب معرفتك وقرابتك من اسعد السبعدي، التقيت شي مره وديع الصافي؟ التقيت عدد مرات اكيد، بس اول مره تنكون صريحين، اول مره بعد جاي الاستاذ وديع هو واخته هناء على اسرار سنه 65، وكان عم يبرم على ناس بده يعمل مثل اشبولوا مثل كونسرت مثل مهرجان ايه، بده دبيكي وبده مين يغني معه. قلت انا والله جيبه بتعلم الدبكي بهالبلد. لا صوتي منيح. مين بده يعلمك الدبكي؟ هو ايه، هو كان في جايب واحد رئيس الدبكي اسمه بالذكر اسمه كسرى، ايه بهذيك الايام هو اللي كان رئيس الدبكي. دائما علمني على الدبكي، سمع صوتي انا والاستاذ البير اصطفين، ايوه غنينا معه على المسرح. وخصوصا ما قلت له يا استاذ وديع انا اسعد السبع اللي بيقربني، ما عاد فلتني لانه قد ما بحب اسعد. هذه بهذيك الايام انت عملت رديدي ورا الاستاذ وديع؟ كيف وقت الترد يعني وقت اللي شوقه؟ ايه بالكورس اجوقه. انت يوم من الايام غنيت ورا وديع الصافي بالجوقه؟ مزبوط. طيب شو بتشعر لما بتتذكر؟ شعرت اني ملكت الدنيا، لانه انا ماني مستنظر انه شوف انسان مثل وديع الصافي باستراليا بحياتي. هذه كانت شغله مهمه كثير. ورجعنا سنه 68 وقت رحت على لبنان، كمان طلع عم زياره تيغني، كمان وقت شافني هونيك قال لي يا ابني انت بتحب، انت قريب اسعد السبعه اللي كمان بتغني معي بالجوقه. طيب هو سمع لك صوتك الاستاذ وديع وعرفه انه بيصلح للجوقه؟ ايه ما في شك. قال لك ما بتصلح للدبكي انت بتصلح للجوقه. ورحت الايام كمان اذا بتذكر سنه 65 ما اجى على استراليا، انا كنت مسلم جوقه مرمرون بالزمان، وساعة 12 بالليل رتبت القداس انا وياه. وقتها كان في البدق على الكمانجة من بيت العريض، جهاد العريض. لا حبيقة. ايوه رفيق حبيقة كان معه، يعني كان معه. شغلة كانت حلوة كثير، وانا حسيت حلي اني انه انا منين لي حق انا اوقف حد استاذ بديع الصافي ترتل معه القداس. طيب اني صوتك حلو يعني تلاقوه انه لا صوتك حلو؟ لا بأس منيح. طيب بتعرف شيء هيك غنية لوديع تعمل لنا نتفي هيك بصوتك؟ والله نسيهم شو. لا ما معقولة، ما رتلت برا وكنت من الجوقة نتفي هيك. بدي اقول مرة اللي مثلا ولو هي خليك يا ابني عالوطن سهران، عين اللي بيجيها النوم وعيها قبل ما اتذكرك. بس حلو صوتك. حلو منيح ما ابو شيء. هلا رجعت على لبنان، ووقت الاحتفال وقت عملت تمثال الشاعر اسعد السبعدي دعيته لوديع؟ دعيت اكيد. للاسف كان مريض بعد رساله مع الله يرحمه الشاعر مارون كرم وإيريا بيقصد بيقول له يا صديق العمر صار لي أكثر من 55 سنة. بوقتها الحكي كان 98، صار لي أكثر من 55 سنة
عم نغني قصائدك يا حبيب القلب، وهذه كتبها بالوحي. هلا وقت ال بين عنك وقت توفى أسعد سنة 99، رحت أنا على لبنان، عينت القديس الأربعين من هون، ودعيت الأستاذ وديع تيكون معي بالسبعي. كمان إجا الأستاذ وديع مع ابنه طوني من اللي فادي، ورتبت القديس أنا وياه بجنيز الأربعين تبع المرحوم الأستاذ أسعد السبعدي. وبكل فقر واعتزاز بقلك أنا من 11 شهر بواسطة لأنه ما كان معي نمرة وديع الصوفي الله يرحمه، دقيت لراهب صاحبي اسمه بنا جون جبور، ساعدني كتير بالاحتفال وقت أسعد السبعدي. قلت له يا أبونا بدي أطلب منك طلب، إذا ممكن تشتري لي عود وتركض عند الأستاذ وديع تمضي لي إياه. بعد يومين ثلاثة بدق لي وعطاني مفاجأة، قال لي جبت لك العود وحكي مع الأستاذ وديع. قلت له أنا بصراحة، قلت له أي أستاذ وديع؟ قال لي حبيب قلبك وديع الصافي. صدقني يا أستاذ شربي خرصت عرقت، ما صدقت شي قال. بس ما عندي مغنى وراه يعني شي طبيعي. إيه بس تفاجأت إنه أنا استبحلم إني أسمع صوت وديع الصافي. هيدا هلا قبل ما مات بشكل شعر. إيه من 11 شهر. 11 شهر، إيه يعني كم؟ هلا على الموبايل دلاشي 10 ثواني ما فتحت تمي. قال لي مرحبا يا ابني كيفك يا خليل؟ قلت له استاذ وديع؟ قال لي ايه. قلت له لك طول لي عمرك، الله لا يحرمني صوتك يا استاذ وديع، هذا هل 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 منيف ابونا جون جبور اعطاني احلى فاجأة بحياتي تأسمع صوتك. قلت له ليش بتتذكرني يا استاذ وديع؟ قال لي ولو يا ابني انا بدي انسى اللي عامل تمثال أسعد السبعدي على صديق على قلبي خليل طرطق وقت خدمت القديس أنا وياك بسبع الوقت الأربعين. الحمد لله لك نسيت. يا خليل أنت من حقك أنك تعرفت على هالعملاك، بنسميه عملاك لبنان مثل ما قلت لي. أكيد عملاك لبنان. أكيد التواضع، كيف لقيت هالتواضع اللي عنده؟ كتير متواضع. لما بتشوف هالناس المنفوخين ايش بتقول بي 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 بنفسك انت لما تشوف وديع المتواضع وهالناس المنفوخين المنن شي يعني سفورة؟ هلا في عالم بس يكون مع المصريات بينطفخوا من الحلم، بيفكروا حولهم صفوا شي. استاذ وديع انا بقول لك كان عملاق لبنان، كان متواضع، كان يحب الله كتير، كان يساعد الفقرة كتير. المصريات تجي يعني أكترية مصرياته كان يصرفها على الفقرة المعترين. هيدي بيجوز في عالم كتير ما أنا عارفتها، بس هيدي الحقيقة. أستاذ خليل بتقدر لبنان أعطى عملاكه وديع الصافي حقه؟ لا أكيد لا. هلا صار له مهرجان كبير، صار له دفن كبير، بس كحكومة لبنان كان لازم تنزل علم لبنان نص نكسو، ايش بسموه بالعربي نكسو؟ اي نكسو، ايه، احتراما لن ننهار يومين على المرحوم الاستاذ وديع الصافي، لانه انسان مثل ما هو بترك صفير عبتك الراعي، انه بيجينا وديع تاني يمكن بعد 6000 سنه. يعني مش حياتنا، احكيلي بتكون الدنيا تغيرت. اكيد حتى لغه العالم بتكون تغيرت. اكيد، وهو الوحيد القليل بلبنان اللي تغنوا بلبنان، يعني كل اغانيه اجمالا عن لبنان، عم محبة لبنان وليسوع وللعذراء تيحبوا لبنان. كل هالأشياء هيدي وينك يا حكومة لبنانية؟ ما ولو بتعطوني شين بعد ما يموت؟ أنا قلت لهم يردوا النشان لشو؟ ما في لزوم. أنا ودي أصبني نشان على صدر لبنان مش على صدر. 100% 100%. طيب شو كان شعورك أنت كصديق للمرحوم ودي الصافي؟ شو كان شعورك لما سمعت بخبر وفاته؟ انهزيت. وثابت تقول لك شغلي انه قبل هيدي ما حدا يعرفها، قبل ما توفى بنهار دقيت انا متمذكرت البنا جون جبور اذا في يشتري لي عود تاني بمضيه الاستاذ وديع. قال لي صعب يا خليل، ما بدي اقول لي عن يموت، قال لي صعب يا خليل، عالم رايحه جايه،
عم يشقوا عرفت الثاني الاستاذ بديع كان بالمستشفى عم يموت بس ما بده يجرحني ويعطيني مفاجأة انه الاستاذ بديع عم يموت. ثاني يوم طلع الخبر بينعمك الحقيقة خطى خاطري وبعتد مثل ما نزلت دمعتي انا باكد لك انه كثير من اللبنانيين نزلت دمعتهم على وديع الصافي كثير لبنان كله بيطلع وديع الصافي اكيد اكيد بدي اقول لك انت عندك العود ممضي شو كتب لك من المركز المدير هذه اللي قلت لك عن العود بواسطه بونا جون جبور شو كتب لك على العود كتب لي الى الصديق الحبيب الاستاذ خليل طرطق مع التحيات والبركه وديع الصافي ومدي طيب هلا انت من المحظوظين اللي عندك العود الممضي من وديع الصافي وراح وديع الصافي الله يرحمه صحيح ما بعرف اغانيه بس ما بعرف يمضي مظبوط بتبيع هالعود؟ ابدا في ناس دقوني قالوا لي بتبيع ما بعرف كانوا عم يمزحوا او عن جد لا كلهم عن جد بتعطينا العود تاخذ $1,000,000 قلت له لا ب10 ملايين هذا ذكر لي ولادي ولاد ولادي ممنوع حدا يدعو وهلا انا حط لانه ما في وديع تاني يمضي ما في وديع تاني هذه شغله كثير يعني هيدي كثير لذيذه على قلبي ومعقول انا طيب انا بدي اقول لك مال الدنيا مش شغله من هالنوع مال الدنيا لشو مال الدنيا لشو يا استاذ خليل لو نفترض بلبنان قرروا يعملوا متحف وديع الصافي وطلبوا منك العود ينحط بالمتحف تعطيني اذا متحف رسمي ايه اذا متحف رسمي 80% معقول يعني حتى ال 20% ما حتعطيني لانه شيء هذا بسموه يعني فاليبل يعني شغله ثمينه كثير هيدي ما بقى لها ثمن بهيدي هالشغله اكيد ما لها ثمن ايه في شغله الواحد ما له ثمن اذا بيوديع الصافي انا في شغله اسمح لي استاذ شرب وقت قبل ما مات استاذ اسعد السبعلي مصور على الفيديو بيقول بعد مواتي الألم اللي عم نكتب فيه 60 سنة صار لي بيتقدم للأستاذ خليل طرطق كل هال60 سنة وأكثر الألم زيته بيعبي حبر هلا بينعنك وقت اللي رحت على جنيد الـ40 جمعت اللجنة وولاد بنته ببيت أسعد قلت له وين الألم ومسك الفيديو بإيدي قلت له ليكو أي شخص بيبين لي إنه الأستاذ أسعد السبعلي أي ورقة اللي كان كاتب إنه هالألم بعد موت أسعد لقله مبروك بس أنا لحق الفيديو بإيدي بيتم أسعد السبعلي بيقول بعد مواتي الألم لخليل طرطق عم يرجفوا جابوا لي الألم هلا يعني عم جابوا لي اياه وعم يرجفوا يعني ما بدهم ما بدهم تعطوني هالألم إذا هالألم بتقول لك بالنسبة للمتحف أعطوني الألم قلت له ما ترجفوا مثل ما عم نحكي هون بيت أسعد بده يصفي متحف على شرط بيصفي متحف انا ما رح ناخذ الالم معي على استراليا بس عندي شرط تخليه معكم هون بتحطوا بكل الجرايد اللبنانيه بلبنان انه الالم تقدم من بعد مويت اسعد السبعلي لاستاذ خليل طرطق ولكن رجع الاستاذ خليل طرطق قدم الالم لمتحف اسعد السبعلي بتحطوا على الألم بالورقة مع بالمتحف على شو حكينا ولا ما اعطيت الألم إلا وقت اللي يريد الجرايد كلها حطين مثل ما أنا طلبت طيب وهالألم كتب فيه كل القصايد الحلوة كلها مش معقول كان يعبي حبر يعني إيه يكتب فيه ألم له قيمته وبكرة إذا يكفي إنه ألم أسعد السبعلي أنا في بعد ما عملت التمثيل لشير أسعد السبعلي عمل لي كتاب اسمه خليل طرطق بس لسه ما طبعته من شي 40 صفحة هلا صار 40 صفحة كبار يعني عمل لي كتاب بيطلعوا شي 50-60 صفحة يمكن جيت للشاعر فؤاد نعمان الكوري حبيب قلبي وقت قريهم قال لي أماني خليل قال لي هذا تاريخ بحد ذاته
قال لي حتى ممنوع تطبعه خليه مثل ما هن. ليه؟ لانه مشان ما يروح قيمه الخط اللي كانت في اسعار السمر. طيب هو هالقصايد بيمدحك انت يعني؟ حكي عن 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 الضيعه وكيف يعني هو حكي بشعره كثير يعني الاشياء الحقائق انه كيف صرت انا على لبنان، كيف رحت لقيته، كيف دمعتي وقت شفته. بس كل القصايد عنك بتحكي رحلتك معه؟ ايه تقريبا، وعم بقول استرطا بيني وبينك هيدي اكثر من التمثيل بتسوى اكثر. لا تاريخ تاريخ ما سمع الكتاب لانه هو قال لي انا كيف بدك يكفيك يا خليل. قلت له اه عم بقول لك الله بكفي الجميع. قال لي بدي اعمل لك كتاب اسمه خليل طرطا ثابت يعني بده شي صفحه يمكن ومات بالعمل. قلت كيف؟ بس ترجع للاستاذ بديع الصافي الموضوع انسان صعب الانسان يعبر عنه لانه انا حتى انا وياه وجالس انا وياه وشاربين كاس عرق نحن وياه. مغنى بجوقاته مغنى بجوقاته شيء انسان مهم انسان مهم الله يرحم روحه ولكن بالاخر كلنا بدنا نروح. بس باكد لك استاذ بديع الصافي طلع دغري على السما لانه باخرته ما كان عم يغني الا لعذراء ولا يسوع. استاذ خليل انا بشكرك على هاللقاء. طول لي عمرك.